خلصنا من التلت الهجومي، اخبار عن شحات، عن كهرباء، عن اجاييه. ارجع لورا شويه، نسال الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو رامي ربيعه ايه مشكلته في الام بي سي؟ نشوف. بالنسبه لرامي ربيعه مستمر يا كابتن سيد؟ رغم وجود واحد عنصر في الفرقه ممكن يبقى المشاركه بالنسبه له يعني ما كانتش موجوده النهارده او مش موجوده بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، لكن هو واحد من عناصر الفرقه اكيد ممكن يبقى له دور، بس القرار الفني من مشاركه او عدمها دي خاصه بموسيماني يعني. لكن انا متاكد زي ما قلت لك ان انت هتمر في حاجات كتير قوي، فممكن اي دور اي لاعب يلاقي نفسه موجود في اي وقت، لكن هو كمان يبقى مستعد. مش رامي بقى الكلام ده لكل الناس نفسيا وبدنيا وفنيا، ورامي بيتمرن بمنتهى القوه، قد يكون مش موجود دلوقتي لكن ممكن الفرصه تجيله في اي وقت يعني. موجود في الفريق رامي والعلاقه بمنتهى وارد جدا تلاقيه موجود في الملعب، دي رؤيه فنيه. بقول لك بيتمرن بمنتهى القوه، دي اهم جمله في الموضوع. ايوه. انما يمكن اللي سال السؤال استند الى انه ما سافرش مع الفريق كاس العالم، يعني دي الشيء الوحيد اللي ممكن يبقى السؤال هنا له سبب. لكن الاجابه ايضا حسمت الامر. طيب ده نظام الاهلي يا جماعه. ده نظام الاهلي، انت انتهت فتره القيد سواء الشتوي او الصيفي، انت بتقفل على فرقتك وبتستمر، مفيش حاجه اسمها دلوقتي حد يقدر يقول لك مين هيمشي، لانه ما حدش بيمشي حد، اللي بيمشي حد ويقعد حد الراجل المدير الفني، وده بيقدم تقريره في نهايه الموسم بعد ما يكون شاف كل العناصر ووقف على كل القدرات واحتياجاته كمان المستقبليه. ده نظام الاهلي.